واستمر الحوار مع الأديب والروائي العالمي والكاتب والمفكر الدكتور علاء الأصواني. دكتور علاء، سؤال مباشر: ماذا تفعل لو كنت اليوم محل، وهو سؤال افتراضي لكن انت روائي ودائما بتفكر، يعني حتى حضرتك كاتبه في المصر اليوم ال 12 صباح الامس كان بيتكلم على هذا الموضوع، الوضع افتراضي لو انت جالس في مقعد الفريق اول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وقائد العام للقوات المسلحة، وهناك مزاج عام شعبي جارف ان يرشح نفسه لرئاسة البلاد، و الناس ترى ان هو امل مصر في هذا الموضوع، وفي نفس الوقت بتبص بتشوف كمية المشاكل الكبيرة جدا اللي هي في النهاية سيحملها على كاهله من يجلس على مقعد رئاسة مصر، لان رئاسة مصر لم تعد نزهة او يعني مجرد مسألة طرفية ولكنها عبء ضخم الان بالذات بعد رئيسين في السجن بعد رئيسين فهو لما يقعد يتأمل طب ما انا احسن لي افضل قاعد في مكاني وزير دفاع والناس بتحبني ومحدش هيقرب مني. لا هو ماذا يعني ماذا تفعل لو كنت تفكر ازاي؟ طبعا في جزء في هذا الموضوع قرار شخصي خاص جدا بيه، هو يعني خاضع لظروفه ورؤيته لواجبه هيعمله ازاي، وبالتالي صعب جدا ان انت او ان انا او اي حد يفكر انه هياخد القرار بداله. ده قراره هو، الفريق السيسي شاء من شاء وابى من ابى، يتمتع بشعبية عالية جدا في الشارع المصري نتيجة لما نسمينا احنا في التراث المصري فكرة وقت الزنقة. يعني المصريين ما ينسوش ابدا اللي وقف معهم وقت الزنقة ولا اللي سابهم وقت الزنقة، وبالتالي في معادلة عجيبة كده انه انخفاض شعبية الدكتور البلدي عن حق هي لنفس الاسباب اللي خلت شعبية الفريق السيسي تعلى جدا، فكرة وقت الزنقة، ان حد سابك وقت الزنقة وحد لا قرر ان هو يحميك وقت الزنقة، واخد بالك؟ انما انا الحقيقة دي اول ناحية، الناحية التانية ناحية قانونية من حقه، اذا مش بتعمل دولة قانون طيب ده راجل لو تقاعد ومن حقه تقاعد اصبح عسكري سابق من حقه ان يرشح نفسه، ما أنا لا يمكن لاحد ان يجادل في ذلك. التالتة بقى هي المهمة بالنسبة لي، يعني انا لا يعني ما هياش القضية اذا كان هيرشح نفسه ولا لا، القضية هيرشح نفسه وفقا لاي نظام انتخابي. النظام الانتخابي الان الموجود في مصر زي ما قلت حضرتك هذا النظام غير مطابق لاي معايير دوليه للانتخابات النزيهه، واخبار حضرتك، وبالتالي احنا اكتشفت انا شخصيا ان احنا كنا في مسرحيه، واخبار حضرتك، وان كانت هناك اراده ما ورا كل اللي احنا شايفينه ده، واخبار حضرتك. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش نخش في المسرحيه دي تاني. طبعا دكتور علاء، هو طبعا ما ينفعش ان انا اقدر اتوقع نتيجة انتخابات لانه ده مش صح، يعني نظام الانتخابات. لا انا ما بتكلمش على حضرتك، بتكلم عليا انا، ان انا اقول لك هو هيكسب ولا مش هيكسب، لكن المنطق وسير الاحداث ان لم يحدث شيء جلل يغير صورة الجيش المصري والفريق اول عبد الفتاح السيسي، فاذا نزل في انتخابات رئاسية في فترة عام جاي ان لم يحدث شيء جلل يعني يهز هذه الصورة، فهو يعني بتزوير او بدون تزوير هو مش محتاجه، يعني هو يعني في انتخابات حرة نزيهة ما فيهاش خلل الرجل يفوز. احنا هنا هو طبعا شعبيته انا في رأيي تجعله الاقرب للفوز، بس مش دي النقطة. النقطة ان انا بعد 4 سنين انا نفترض ان انا اداء الفريق السيسي لم يعجبني، وخبر حضرتك، ونزلت زي المواطنين المصريين، هل هيبقى عندي فرصة بعد 4 سنوات وبعندي نظام انتخابي ان الفريق السيسي يسقط؟ لا هو مش هيسقط، هو هيمشي لانه التعديلات الجديده في الدستور فتره واحده 4 سنوات فتره واحدة. وفتره تانية لو سقط في التاني ما يجيش تاني خالص. انما انا بتكلم عن احنا عاملين يا استاذ عماد زي واحد بيركب عربيه وحضرتك بتقول لي فلان اللي هيسوقها ولا فلان اللي هيسوقها، وانا بقول لسيادتك العربيه ما فيهاش فرامل، بغض النظر مين اللي هيسوقها هينتهي بمصيبه. طب لازم نعمل نظام انتخابي محترم
واخد بالك في دي عندك حق 100%. لازم يبقى في نظام. يعني اقول لسيادتك يعني مثلا ايه مبدا اسمه شفافيه التمويل، ده مش موجود. مفيش اي بني ادم عرف، وده بصرف النظر الفريق السيسي نزل او مش، لا 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 ملوش علاقه. لا 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 انت مش عايز تعمل انتخابات ليها معايير. زي ما تيجي في الطب تعمل اوضه عمليات، ما اقدرش اعملها على مزاجي. اوضه العمليات دي ليها نسب وليها اجراءات تعقيم وليها لبس معين وليها يعني، فانت بتعمل نظام انتخابي. نظام انتخابي لازم يكون فيه شفافيه التمويل، مين اللي بيصرف على هذه الاموال، واحترام الحد الاقصى، وتطبيق قانون الانتخابات بحيث ان انت لما تشوف حد بيشتري اصوات تتلغي النتيجه بتاعت اللجنه. انت واخد بال حضرتك؟ خاصه ان انا عندي دلوقتي لو في مرشح هينزل للتيار الاسلامي، التنظيم الدولي للاخوان ومن يقف خلفه، مش هيقفوا يتفرجوا. الاثنين في جوله الاعاده، انا رحت عشان ببقى كلامي موثق، رحت لصديق في شركه اعلانات وقلت له احسب لي، كان اياميها مرسي وشفيق، قلت له احسب لي هذه التكاليف. التكاليف خرافيه، ده مش موجود في اي حته في العالم. انت واخد بال حضرتك؟ انت عندك حد اقصى بعد كده بتتشطب. وبعد كده مين اللي من اين هذه الاموال؟ ليه؟ لان انت ممكن للاسف الشديد لو استمرنا استمررنا في هذا العوار هتبقى زي بلاد اخرى. واخد بال حضرتك؟ في العالم العربي كانت ناس بره اللي بتحدد مين اللي يكسب من تدفق الاموال. انت واخد بال حضرتك؟ وبالتالي انا يهمني يكون في نظام انتخابي محترم جدا ينزل فيه الفريق السيسي وحقه قانونا. كسب بعد 4 سنين ممكن يخسر، ويبقى احنا كده حققنا الهدف بتاع الثوره، ان يكون في دوله قانون وفي ديمقراطيه حقيقيه. هل تعتقد انه دولتي قطر وتركيا ستكون فاعلتان في الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه المقبله في مصر؟ قطعا. التنظيم الدولي للاخوان كاموال يا فندم، المرشح الرئاسه في الغرب الرئاسه بيستاجر شركه اعلانات واحده علشان تحسن صورته. الاخوان مستاجرين 5 شركات. الاخوان عملوا اعلان في الجارديان 120 ألف استرليني في صفحه واحده. يعني لو الاعلان يعني حوالي 1,300,000. حلو قوي. لو بيعمل الاعلان مرتين ثلاثه في الاسبوع احسب بقى. والفاينانشال تايمز ما رضتش انها تعمل، واخد بال حضرتك؟ لان عندها قسم بتاع التحقيق، لان الارقام مش عارفين يدافعوا عنها، قايلين طبعا ارقام ضحايا رابعه مبالغ فيها جدا. يعني طبعا انا بالنسبه لي اي شخص يسقط مصري يعني انا بحس بحزن شديد بغض النظر مين اللي مات، انما هم بيبالغوا جامد، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي انت عندك تدفق اموال رهيب. ان ما كنتش هتظبط موضوع الانتخابات عندنا خطرين، عندنا الفلوس وعندنا الجهاز الاداري. ايه الجهاز الاداري؟ ان الجهاز الاداري في مصر، والشرطه ليست خارج هذا الجهاز، الجهاز ده متركب على الاستفتاءات والانتخابات الرئاسيه المزوره. مع احترامي طبعا لابطال الشرطه اللي بيدافعوا عننا، بس هو دي مش مشكلتهم. هو راجل خلال 30 سنة او الحقيقة واقع الامر 60 سنة كنا هنتكلم بصراحة، واخد بالك؟ ما كانش جزء من انتخابات عادلة ولا نزيهة. وبالتالي انت عندك الجهاز الاداري اللي مستعد بس تشاور له على مين فيشتغل كله تبعه، واخد بالك؟ وعندك اموال طائلة جاية من برة انت لم تهتم اطلاقا بان انت تقول لنا. مع احترامي حزب النور السلفي، ومع احترامي طبعا لكل يعني احترامي على المستوى الشخصي، لم يسأل احد حزب النور السلفي هذه الاموال ربنا يزيدهم، بس المقرات اللي بيشتروها واموال الدعاية الرهيبة دي منين؟ تبرعات الاعضاء. حضرتك انا ممكن انا طبيب عندي عيادة، خلاص سيادتك جيت تحاسبني في الضرائب، لما بتحاسبني في الضرائب بقول لك انا السنة دي العيادة خسرانة ومقفل السكة، ولا بقدم لك انت مستندات وتتحول انت كمصلحه الضرائب لجهه تحقيق في مدى صدق المعلومات اللي اديتها لك. ما ينفعش ان حزب النور يقول تبرعات الاعضاء سلام عليكم. لا، لابد زي في الدوله في كل دول المحترمه، لابد كل من يعمل بالعمل العام سواء كان فردا او حزبا لابد اعرف بيصرف منين. انت عارف حضرتك ان في وزير صحه في فرنسا السنه دي، الوزير ده في فرنسا من حقك تفتح حساب خارج فرنسا بس تقول عليه لازم تقول عليه. فالراجل ده
فتح حساب في سويسرا في موقع على الانترنت قال الراجل ده فتح حساب في سويسرا. فالراجل ده الوزير الصحة ده قال لا ما فتحتش، انا ما عنديش اي حساب خارج فرنسا. تمام؟ فراحهم جايبين له الحساب، فطبعا انتهى مستقبله السياسي، يعني لمجرد انه كذب مرة واحدة وما نعرف، مش مهم الحساب فيه ايه، ان شاء الله يكون فيه 5 يورو. في الاجمل اللي هو الوزير اللي اشتريت له واحدة في مكان متنفذ في البلد، يعني في شركة مهمة، حذاء غالي الثمن بحوالي 6,000-7,000 يورو، حذاء رجالي فرد، يعني جوز جزميان إيه، ففقد منصبه. ما هو حاجات كتيرة. بيل كلينتون كان بيسأل على الهاردريسر بتاعه، لأنه طبعا هو عايق شوية، فكان بيعمل شعره بمبلغ جامد جدا، فتسأل عليه في الكونجرس. يعني فكرة ان انا اقول والله لا ده من تبرعات الاعضاء، مفيش كده، وخبر حضرتك. وبعدين ده النظام اللي هيخليني انا اللي هيثبت للعالم ان هذه ثورة وليست اي شيء اخر، واللي هيخليني انا وهيخلي الناس اللي حتى ما هماش متحمسين لترشح الفريق السيسي يبقوا مطمنين. الراجل دخل مسابقة طبقا لقواعد معلنة عادلة محترمة، كسب فيها، اديله فرصته ل4 سنين، والله من حقه بعد كده رشح نفسه 4 سنين كمان. الناس عايزة يقعد، مش عارف، المهم انه يكون حسب قواعد محترمة مستقرة على الجميع. مستقرة على الجميع، هو ده بالظبط. تسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية أسألك سؤال واحد مستمر برضو عن الجيش. هل تخشى إسرائيل والولايات المتحدة أن يكون هناك ضابط مصري قيادي يحظى بشعبية جارفة في الشارع المصري؟ بعد الاستراحة تابعونا.